لقاء تواصلي جد مهم، درناه في عمالة معرفة على جوج ديال النقاط الأساسية، هو تنزيل ورش إصلاح ديال قطاع توزيع الماء والكهرباء وتوتير السائل على الصعيد الوطني في المغرب، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذلك على مشكل ديال الماء في جيك بالخصوص اللي عرف بعض المشاكل مؤخرا، وربطوه بعلاقات ديال هذا التنزيل ديال هذا الورش ديال الإصلاح ديال التوزيع اللي هذا اللقاء حاولنا نعطيو واحد مجموعة ديال المعطيات متعلقة أولا بأسباب النزول ديال هذا الإصلاح، واللي الأسباب ديالو والأهداف ديالو كيعرفها الجميع، واللي تم التداول ديالها خصوصا إثر المناقشات ديال القانون 83/21 في البرلمان، واللي الأهداف الأساسية ديال هذا الإصلاح هو أولا تحسين الخدمات والولوج إلى الشبكة، وكذلك هذه الفوارق الاجتماعية ولا الفوارق المجالية اللي كيعرفها هذا القطاع سواء بين العالم الحضري والعالم القوروي، هذه الشركات غادي يتم تفاديها، وكذلك غادي يكونوا شركات مهمة جدا اللي هي شركات غادي يكون عندها موارد مالية وبشرية مهمة جدا، وغادي تكون مسيرة من طرف المغاربة، لأن الحمد لله عندنا واحد الرصيد جد مهم على الصعيد الوطني، واللي هاد التقنيين ديالنا والخبراء ديالنا والمهندسين ديالنا عندهم تجربة ومستطيعوا يسيروا هاد الشركات في أحسن ظروف. هاد الشركات كذلك غادي تمكننا من تعبئة موارد مالية جد مهمة اللي غادي تمكننا إن شاء الله من إنجاز استثمارات جد مهمة اللي غادي تفوق 200 مليار ديال الدرهم على الصعيد الوطني، وخصوصا في هذه المنطقة ديال الشرق اللي المبلغ الإجمالي ديال الاستثمار اللي غادي يفوت 20 مليار ديال الدرهم سواء في قطاع الماء والتطهير السائل والكهرباء. فيما يتعلق بالمخاوف والتساؤلات اللي عبروا عليها الساكنة ديال فيكيك، واللي هي مخاوف ولا تساؤلات اللي عبروا عليها كذلك عدة متدخلين، اللي حاولنا بكل شفافية الإجابة عليها، ويتعلق الأمر أولا بخصوصة قطاع الماء، واللي قلنا أن هذه الشركات ما غادي تكون فيها الخصوصة، هي شركة غادي يكون لاكرياسيون ديالها من طرف الدولة، واللي برأس مال عمومي، وغادي يكون فيه هذا الرأس المال فيه الجماعات الترابية 50%، غتكون الدولة 25%، والمكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح الحشر 25%، إن ما كاين شيء الخصوصة. ثانيا غادي هاد الشركة تعطي واحد الدور محوري ديال الجماعات مراقبة تدبير وانخراط ديالهم سواء في رأس مال الشركة ولا عن طريق عقد التدبير، سيخول لهذه الجماعات المراقبة والتتبع عن قرب لجميع الالتزامات التي ستكون على عاتق الشركة، والتي سوف تمكن من ضمان وتأمين تزويد الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير قطاع التطهير السائل في أحسن الظروف.
هناك كذلك تخوفات تتعلق بالزيادة في التعرفة، فإننا أعطينا شروحات وتوضيحات بأن هذه الشركات بما أنها سوف تكون مجالها على الصعيد الجوهري، وسوف تكون هناك تضافر الجهود بين الأقاليم على صعيد الجهة، سوف تمكن من تعبئة موارد مالية جد مهمة ستتغلب على إنجاز المصاريف الجد مهمة ديال الاستثمار وديال الاستغلال، وذلك من أجل تفادي الزيادة في التسعيرة المعتمدة حاليا. هناك كذلك تخوف فيما يتعلق بالفرشة المائية للواحات ديال فيكيك، واللي هي فرشة مع الأسف كأمثلة الفرشة المائية على الصعيد الوطني والعالمي مع التغيرات المناخية حاليا، أن الفرشة المائية سوف تتعرض مع الأسف للاستنزاف لا من طرف الاستهلاك الغير معقلان، وكذلك من طرف وكذلك نتيجة عن التغيرات المناخية وقلة وندرة التساقطات المائية. وعبرنا كذلك في هذا اللقاء هذا عن أن هذه الفرشة المائية سوف يكون حل إن شاء الله، لأن كنعتبروا أن خصنا نفرقوا بين السقي وبين الماء الصاعد للشرب، بأن هذه الشركات اللي جاية غادي ما عندها علاقة بالمياه السقي، وأن الحقوق ديال الاستغلال ديال هذه المياه ولا ديال الواحات هي حقوق أعطاها المشرع من الساكنة اللي عندها الحق واللي غادي يبقى واللي ما يمكنش يكون المساس فيها، وأن ما عندها علاقة بالشركات الجهوية. الشركات الجهوية سوف تقوم بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأن هذه القطاعات مع الأسف يجب أن تكون الثلاثة باش يمكننا كل قطاع يمكن له يساهم في التمويل ديال الحاجية ديال القطاع، وأن ضرورة ملحة من أجل عقلنة تدبيري خصوصا قطاع الماء من أجل تفادي ضياع الماء، وخصوصا في الظروف الحرجة اللي كعرفها بلدنا لقلة الموارد البشرية. وشكرا.